خلينا نشوف شو الوضع السنة مع جورج معلوف أحد أصحاب هذه المنتجعات. أستاذ جورج صباح الخير. صباح الخير. يسعد صباحك أستاذ عبدو ست ناتالي. الله يخليك. صباح المستمعين. صباحك فرقطرة كمان. الله يخليك خليلي. خلينا نقول بلش الموسم أو بعد؟ للحقيقة نحن بعد ما بلشنا الموسم، نبلش بعد شيء أسبوع تقريبا. كون خلصت المدارس. لا تريبين، لا تخلص المدارس، لأنه نحن مصاريفنا كتير عالية، وقبل ما تخلص المدارس ما فينا نفتح. صح. لأنه بنحط خسائر كتير كبيرة. يعني الأسعار زايدين السنة؟ تمشي مع نو الأسعار تقريبا نفس أسعار سنة الماضي، لأنه سنة الماضي وزير السياحة سمح بتسعير بالدولار. صحيح. نحن بعدنا تقريبا نفس الأسعار. بالنسبة للأسعار مثل ما دائما نحن نعمل، يعني في لحتى يقدر كل ربع عائلة يجيب عائلته على الووتر بارك، عاملين عدة عروضات، يعني عاملين اشتراكات موسمية للي ما بقى عم يقدر يطلع على الجبل بسبب غلاء البنزين، يطلع وينزل كل يوم مثل أيام زمان. نعم. بيقدر ياخد اشتراك مثلا، بيقدر بياخد اشتراك لعائلته، بيقدر ياخد بوك تيكت يلي هي 20 تيكت مع بعضهم كمان بأسعار كثير أرخص. يعني عاملين عدة أشياء لحتى نساعد الناس شوي صغيرة أنه بهالوضع يقدروا يجيبوا عيالهم ولأنه يقضوا لهم يومين ثلاثة بهالصيفين. طيب عم بتقول أنه الكلفة عالية عليكم، يعني غير المازوت عندكم عناصر أو عندكم شبيبة متدربة؟ إيه؟ نعم. طيب أستاذ عبدو، أنا بقول دايما نحن اليوم أصحاب ووتر بارك، يعني مدينة ملاهي مائية. أوكي. أنا برجع بقول اللي بقوله دايما، أنه مدينة الملاهي المائية مصاريفها كتير عالية من حيث الستاف، من حيث الموظفين اللي بيكونوا موجودين. يعني بده يكون عندك أقل شيء حوالي 100 موظف ليخدموا الناس بهالمشروع، لأنه مدينة الملاهي المائية بيتفرع منها عدة أشياء. في عندك مسبح الموج، في عندك مسبح الصغار للأولاد الصغار، خصوصي للأولاد الصغار. في عندك الزحليطات، 7-8 أنواع زحليطات، كلهم بدو يكون في علاية والناس عم بتراقب هالزوار للسلامة العامة والانتباه 100% من شان السلامة العامة. من شان هيك أنا دايما بقول إنه إذا كان سعر دخول الووتر بارك أغلى من غيره بشوي، بيكون لأن المصاريف أكتر بكتير. يعني اليوم اللي عنده شط بحر ما توخزني، واللي عنده بيسين وحدة بيقدر ياخد أقل سعر، ممكن بيقدر يعمل أرباح. نعم. أكتر من طيب. الووتر بارك بلبنان في 2 أو 3 ووتر بارك، صار عندكم نقابة أو بعد؟ لا 2 و3 ما رح نعمل نقابة. مش صار في أكتر اليوم؟ ايه صار في اكثر. نعم. اليوم صار في اكثر من 3 بالمناطق، عم نحكي صار في بالمناطق. اذا بدنا نحكي بمعنى ووتر بارك، مدينه إيه؟ ملاهي مائيه لا يسمى ووتر بارك يلي ما عنده ليزي ريفر. بده يكون موجود، بده يكون في ليزي ريفر، يعني نهر اصطناعي بطيء بتمشي المي فيه ببطء. بده يكون في مسبح موج، بده يكون في مسبح للصغار، وبده يكون في شروط. يعني ايه انا اصلا سالتك هيدا السؤال لانه كتار عم بيتبنوا هيدا العنوان، وهلا عم بتوضح لنا انه لا بده يكون في هو كلهم ليسمى ووتر بارك. لا على الاكيد، انا لانه نحن من وقت الفتح ريو لانتو، يعني عن 25 سنه، سوري هلا عملنا دعايه لمشروعنا من حيث لا ندري، بس من 25 سنه نحن فتحنا اول ووتر بارك فتح بلبنان. كنا نحن كل سنة لحديت هلأ في معرض ومؤتمر بيصير للسلام العام ولكل شيء أميوزمنت وإشياء جديدة للووتر باركس. نحن بنحضر هيدا الشيء كل سنة بيكون في حدا منا حاضر لحتى يشوف شو في إشياء جديدة بدول العالم. نعم. اليوم وقت اللي منقول نحن ووتر بارك بده يكون في عنا كل هيدي المكومات. نحن اليوم عضو بالورد ووتر بارك اسوسيشن،
يعني بمدن الملاهي العالمية في إلهم association، في إلهم جمعية عالمية نحن عضو فيها هيدي. طيب مين بيراقبكم أستاذ جورج؟ أنتم تابعين لمين؟ لوزارة السياحة؟ لأي وزارة؟ نعم نحن نتبع وزارة السياحة، وطبعا بالمناسبة منوجه كلمة شكر لمعالي وزير السياحة أكيد يعطي العافية وليد نصار، عم بيشتغل أكثر من طاقته عم يعطي لحتى تكون السياحة بخير بكل هالظروف السيئة اللي عم نمرق فيها، إن من الناحية المادية أو غيرها. يمكن بعدنا أمنيا شوي صغيرة لحد هلأ محافظين على استقرار، إن شاء الله يمرق، إن شاء الله تمرق هالثلاث أربع أيام على خير ونرجع نكفي الصيفية أقله لنقدر نوقف على إجرينا من شان السنة الجاية إن الله راضي إن شاء الله. شكرا لك جورج معلوف أحد أصحاب الووتر بارك بلبنان، يعطيك العافية ويومك مبارك.